يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر عن أو ذكر ابن القيم رحمه الله رقية نصها حبس حابس وحجر يابس، ردت عين العائن عليه. حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، ردت عين الناظر عليه وعلى أحب الناس إليه. هذه فيها كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبطلها ويردها ويقول هذا لا أصل له. نعم.